يقول السائل: هل يجوز لي إخراج زكاة الفطر عني وعن أسرتي في بلد الحرام، علما بأن أسرتي في بلدي ولم أوكل أحدا أن يخرجها عني؟ نعم، تخرج فطرة أولادك مع فطرتك في البلد الذي أنت فيه، إذا كانوا ما يخرجون هم عنهم هناك فإنك تخرج فطرتهم مع فطرتك في البلد الذي أنت فيه، وإذا كانوا يخرجون عن أنفسهم فأخرج أنت عن نفسك وهم يخرجون عن أنفسهم في بلدهم.